المرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل هذه القرية يعني جزاهم الله خير، مقابلة لنا ظهر إنه الناس بيحبوا الدين وبيحبوا الخير، ده شيء شفناه من الظاهر، وده أصلا حال الناس اللي بيحبوا للمسلمين الخير ولأهل وللناس جميعا، كما كان حال أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. ربنا قال: وجاء من أقصى المدينة رجل يزعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يزالكم أجرا وهم مهتدون. هذا الرجل يا جماعة جاء مسرع لأنه داير الخير لقومه، وقال لهم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يزالكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. قال لهم: كم ما باريت الجماعة ديل وسمعت كلام الرسل ديل، معناه أنا في ضلال، وضلال ما قريب ولا ضلال ساهل، ضلال مبين. لأنه الناس ديل كلامهم شنو؟ قالوا للناس أعبدوا رب العالمين، ودي كلها دعوة الرسل جميعا. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. كل الرسل يا جماعة كان همهم دارين ينقذوا الناس من الشرك للتوحيد، كل الرسل، ما في رسول جاء عشان يولع كهرباء، وما في رسول جاء عشان بنزير، ولا عشان جاز، ولا عشان رغيف، ولا عشان غيره. جو يعبدوا الناس لرب الناس الخلق البشر، لأن ربنا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الله آلهة يعبدون، دي العبادة ذات. فما في رسول كان همه يا جماعة غير التوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين للصحابة يا جماعة، للصحابة، وده السادة الموحدين بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام، للصحابة كان يقول لهم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. معناه دي حاجة ما سهلة يا جماعة، لا من حصل فيها التكرير للكلام معناه حاجة عظيمة جدا، اللي هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. لأنه يا جماعة ده الذنب الوحيد عن ربنا ما بيغفره، ده الذنب الوحيد. لو مشيت له يا الله ربنا ما بيرحمك نهائي. ربنا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ضلال بعيد. وربنا قال: الزول اللي بيشرك بيدا البهيمة خير منه وأضل منه ما في يا جماعة. داير تعرف أضل زول؟ أضل من السحلية، وأضل من القعونجة، وأضل من الزرافة، وأضل من الخروف، وأضل من الغنماية، وأضل من الأرنب، وأضل من الزرافة، وأضل من القطايا. الزول اللي بينادي غير الله، وأضل من الزول اللي بكتل الناس، وأضل من الزول اللي بيشرب الخمرة، وأضل من الزول اللي بيشرب البنجو. شفت أضل من ده اللي بيدعو غير الله؟ ده ما في. وده ما كلام يا أنا السجمان ده، ولا كلام فلان ولا علان، ده كلام الله، ده لا كلام الدار لا الجزيرة لا غنى الساهور لا غيره، ده كلام الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ ربنا قال: من لا يستجيب له
إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فأعلم يا عبد الله الرسل في من قتلوه، في من قتلوه، وفي من شتموه، وفي من قالوا له ساحر النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا له مجنون، وقالوا له كاهن، وقالوا له شاعر، وقالوا له ساحر. هل هو الكلام ده فيه؟ ما فيه عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه دعاهم للتوحيد. ويحيى عليه السلام ضبحوه عديل، نبي راسه بره هناك، والرجل حبيب النجار في النهاية توطوا بكر عيون، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قتلوه عديل. وانت اصلك بتموت وانا بموت وكلنا بنموت، اخير تمشي لعله بالنجيضة، النجيضة التوحيد. واحد يقول لك مجرم تلقى بكسر ابواب ولا بكسر غيره، يقول لك انا بمشي السجن بالنجيضة، بالنجيضة بتعبان، يقول لك بمشي بالنجيضة. ده دور الباطل. انت كمان مش الموحد ده مش بالنجيضة لله. لو قطعوك حتة حتة، قطعوا اذانك ونخرتك وعينك، امش بالنجيضة. اوعك تشرك بالله سبحانه وتعالى. ولو قطعوك مش اتلمت عليك غرية، لو اتلمت عليك الانس والجن الامة جميعا على ينفعوك بشيء، لن ينفعوك بشيء الا شيء كتبه الله لك. ولو اجتمعوا تاني عشان يضروك بشيء، لن يضروك الا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الاغلام وجفت الصحف. اصلا اكثر الناس بيخافوا من الموت. يقول لك الخواف شنو؟ الخواف رب عياله. انت اصلا خفت ولا ما خفت؟ ها؟ بتموت قطع الشك، والله تموت دفن، تموت موت. ولو حضروك الناس السودانيين ديل والله يدفنوك دفن لما انت تستغرب. والله ما يخلوا فيك اي حاجه. ولا مستغرب زول يقطعوا مات الله قتله، ها شيخ طريقه ولا غيره، دفنوا اللهم ان كان محسنا فزد في احساني، وان كان مسيئا فتجاوز عن دم دفن المسلمين. بعد ده يمشوا بالإنادو ثاني بعد اسبوع، يا سيدي البريدك مد ليلك، مدها بعينه حتى لو حد يمدها يمدها كيف ذات. والله ود الاحد شفتوه انتوا وشفتوا انا ده، والله لو خدتك حي حي قالوا له كمرك، بعد ما خدتوك عديل ولا خدت فوقك طوبة ولا أي حاجة، قالوا له قوم على حيلك، ما بتقوم، ما بتقوم نهائي إلا تشيلوك شيل. طيب أنت ما مرة واحدة قتلوك تقوم على حيلك؟ ولو قمت بنتظرك مرزاته ما بتقوم يا أخي. لو فرضنا جدلا، لأنه واحد دكتور اسمه حسن الفاتح غريب الله، ده في الطريقة السمانية، ده شيخ البرعي، ها؟ قال الولد صالح بعد ما يموت بيطلع من قبره يقضي حوايج الناس ويرجع راجع. يعني دول دفنوه مثلا هنا في القريه دي ولا غيره من القرى، قال يجي لاولاده بعد 10 سنة يصحي مرته الساعه 2 صباحا، كيف يا زوجتي؟ خديجه انا جيت، جيت من وين؟ انت كنت في السعوديه؟ جيت من وين؟ ويقول لها كيف الحال في هذه المدة الطويلة التي لم أراك فيها، وشايف ما أعرف العيشة صعبة والبنزين ما في، وقال تاني يرجع راجع. يا أخي لو مكفوت في الحراسة على كيفك، لو مكفوت في الحراسة بترجع على كيفك؟ حراسة دي لو ما جبتها وكي النيابة وضامن وضمنوك وما أعرف وبتاغى ما أعرف تابعي وليوين ما بيضمنوك. والله في الحراسة دي تدعم لما صلعتك تقع في الحراسة. خلي انت مت مره واحده انتهيت نهائي، كيف تقوم؟ يا عقائد عندنا في السودان كثيره جدا جدا في السودان، لو العقائد دي ما اتصلحت الحال ما بيتصلح. ربنا قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا. التوحيد ده اللي بينزل البركات، وهو اللي بينزل الخيرات، والشرك بيمحق البركه. الشرك اللي بنشروه اليوم الصوفيه، يقول لك ها الشيوخ بيحيوا الموتى، يقول لك الشيوخ بيجيبوا المطر، يقول لك الشيوخ بيجيبوا الرائحه، ويعمل لك حجاب للسكين، وحجاب للعقرب، وحجاب للبندقيه، وحجاب للرزق، وحجاب لغيره.
ده شرك والله. الشرك اللي عملوا الصوفيه ديل والله لو جابوا لهب ذاته بيتمحن يا جماعه. لو ربنا دور ابو لهب جه السودان بس 10 دقائق بس، ابو لهب ذاته حيستغرب وحيتعب شديد. المره اللي اسمه كورونا ده مش جاي قبل ايام، ابو لهب حتتكو كورونا والله حيتعب، لانه ابو لهب ذاته ما قال غير الله بيخلق، وما قال الشيوخ بيدوا المطر، ولا قال الشيوخ ماسكين الكون مش الجامع، قالوا ماسكين الكون كله. ما سمعت المرغنية؟ قالوا نحن المراغنة عن قدم الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا، قالوا ماسكين قدم ده كون ده ولا قندران يا أخي، قالوا ماسكين قدم ده كون شنو ده؟ ها؟ والبرع قال أبوي حدنا بكم، حدنا الحسون هنا في جرق النيل، قال حدنا بكم ألف الكون متحكم، قالوا ماسك الكون. ها؟ والكباشي قالوا ماسك الجنة، كباشي كم أدى ولد كم حل عقد. والمشرك ده المشركين ما صحابة، مشركين. الله قال للنبي عليه الصلاة والسلام ولئن سألتهم من خلقهم، ده ما لأبو بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي ولا لطلحة ولا للزبير ولا لعثمان بن عفان، ده للمشركين. ولئن سألتهم من خلقهم الإجابة قالوا شنو؟ الله سبحانه وتعالى. ما قالوا البرعي ولا قالوا المكاشي ولا قالوا الكباش. عندنا في السودان يقول لك ديل ماسكين الجنة، ديل تخصيص يعني. الجنة عندنا في السودان الحكاية الشيوخ مقسمنا الجنة ماسكين الكباشي واللي دير قاب، ديل ماسكين جنة بس، يعني ماسكين شنو؟ شغل بتاع جنة تخصيص نساء وتوليد بس، ماسكين جنة. المطر ماسك واحد مبايع ما في سماه في القضارف، ده ماسك المطر. القروش ماسك واحد ود بدر في شرق النيل، ده ماسك القروش. تقول يا ود بدر من الفقر، وجيبك من مالي فقر ابشرك والله والله. تقول يا ود بدر طب مالي لا من تستغرب، وبتكون مشرك بعد ده. ها؟ المطر قالوا ماسكينها شيوخ. يا اخ واحد جاء صاقعه جايب لنا في الدار، صاقعه يا جماعه صاقعه جابها الله رب جابها الله، وقعت لها في قبه فارتقت حته حته طوبه ما لقت. الشيخ ذاته ما عرف اكل الدودو. الناس بعد رجعوا لله قالوا الصاقعه دي كانت جايه للحله، لكن الشيخ جراها عليه. يجر الصاقعه؟ طيب يجر الصاقعه يبرك زي ما يقول حلو. دي عقائد يا جماعه في السودان موجوده ومنتشره، وتلقى حجاب دو شغال مونة تلقاه لابس حجاب. اكتبوا له حجاب من الخرب نخراب. ها؟ ورسول قال ان التولة ها ان الرغى والتولة والتمائم شرك، ده شرك. تمائم دي شرك، رسول قال شرك. تميمة دي الحجاب ده. ها؟ قال من علق تميمة فقد اشرك، من علق تميمة فلا اتم الله له. رسول الله مدعى عليك قال لك كان علقت تميمة إن شاء الله ربنا ما يتم عليك مرادك، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة عليه الصلاة والسلام، وإنت لا تعلم حجاب. واحد تلقاه